الله يرحب لي بنتي. انا الحمد لله نهار الاحد خرجت مع سبعة، ما عرفتش شنو وقع لي. واليوم اليوم الصباح لقيت راسي في الزنقه، ولقيت واحد السيد، كنت دايزه من قدام واحد القهوه ولقيت واحد السيد هو اللي عاوني. موراها شنو وقع لك؟ ما عرفتي دابا انت، لا ما عرفتيش، ما عقل على حتى حاجه. شكون هاد السيد اللي داك؟ هاد السيد اللي لقاك؟ كنت ديت غير قدام واحد القهوه وقال لي اسمح لي خصني نهضر معاك. قلت له واخا. قال لي انتينا وش هي انتينا سلمى؟ قلت له فين كتعرفني انت؟ قال لي انا كنعرفك، لقيتك في الفيس بانك يقلبوا عليك والديك وما ثقتي به، جبت التليفون وراني وقال لي ها باش تثق، وقريت داك الشيء وعرفت بان والديك يقلب. ما عرفتيش راسك انك بعتي ولا شي حاجه؟ لا حتى شي عارفه راسك، كنتي ماشيه وصافي غيبه، يعني بحال اللي كليتي شي حاجه، بحال اللي دوخوك بشي حاجه هكذا. ما عقل على حتى شي واحد؟ اخر واحد شفتيه ولا شي حاجه؟ لا. اخر حاجه كتعقل عليها شنو هي؟ من نهار اللي تفرقت على والديا كنا جينا من المدينه ومشيت مشيت للحان متاخر. وفين لقاك هذا السيد؟ لقاني في العرفان جوج، ديزا من قدام واحد القهوه. البنيته ديالي قالت لك هي ما فطنتش مع راسها، فطنت شي واحد، هي واقفه مع موز الريعه وفطنت شي واحد خاصة الدار ديالها. صافي من تما ما فطنتش مع راسها. فين هي؟ قالت لك فين هي ما فطنتش مع راسها. تجبرت قالت لك راسها مصيبة، ما عرفتش راسها. من قالت لك ملي فطنت ما عرفتش راسها فين هي. عمري وفاش جبرنا البرج هذاك هو النهار الكبير كاع، والناس كاملين تعاونوا معنا، الصحافه، الجمهور، المجتمع كامل تعاون معنا، لا الاساتذه ولا الشرطه ولا كل شيء تعاون. كيفاش كنتي هاد اليومين؟ لا يوريك، انا ما نقدرش نعاود لك. انا نقول لك 4 ايام ما نعست. انا البارح نعست واحد جوج سوايع بالسير ود النعاس. النعاس ما كيغمضش عيني، ما كنعش. وبنتكم كيفاش هي الحاله ديالها دابا؟ الحاله ديالها جات كما النهار خرجت كما جات. لقى واحد السيد جابها وقال لك انا فاعل الخير، لقيت البنت كتبكي، جالس القهوه شتها عندي فيسبوك، عرفتكم كتقلبوا عليها، طرت عليها جبتها، عيط لي جوج مرات قال لي شوف تعادني نجيب لك بنتك، عاد شتها دابا في القهوه، راه شتها دابا واش تعادني وتعطيني العهد؟ الله ما تضربهاش. قلت له انا ما نضربهاش، انا نضربها ما نضربهاش. وكاين ناس السلطه كانوا هنا مقدميه وخداو عنده المعلومات ديالو. الحمد لله، الحمد لله ربي وانا شكرها اللي رجعت لي بنتي. انا حمد سيدي ربي بالمجهود ديالكم، بالمجهود الصحافه، مجهود الجمعيه، الاستاذه ديالنا المجمعيه، اساس مؤسسه المدرسه ديالها، اصحاب السلطات، الجيران، العائله، الكبير الصغير، اي واحد ساند معايا انا كنشكره، وكل شيء مساندني وكل شيء واقف معايا انا حمد الله ربي. ما كنتش كتجيني الفكره شي واحد يوقف معايا بحال هاد الناس هادو كاملين وقفوا معايا وساندوني. طنجه كامله واقفه معايا، وغير طنجه كيعيطوا لي ويسقسوني انا حمد سيدي ربي، الحمد لله.